ازيكم يا شباب؟ كان وصلني طبعا ان انتم محتاسين شويه في موضوع المثلث بتاع السوي، مش عارفين ازاي بترسموه. انت طبعا مطلوب منك في المساله بتاعتك ان انت بترسم السوي نفسه بيبقى معمول ازاي اصلا في الرسمه. بعد ما بترسم السوي بتقدر تحدد ان كل ضلع حصل له دلتا معينه، وبعد كده المفروض ان انا بربط الدلتات دي ببعض عشان اقدر اجيب قيمتها يعني قيمتها بالنسبه لبعضها. طيب ازاي انا اعمل كده اصلا؟ اهم حاجه تعرفها عشان تعرف ترسم الموضوع دوت، احفظ معايا الجملة دي: عمودي زي ما انت كنت حافظ زمان ايام الاسقاط، عمودي موازي عمودي موازي. لا، دلوقتي احنا هنحفظ عشان ترسم سوي بترسم عمودي، عمودي دايما على اي حاجة. طيب ازاي؟ خلينا نبص مع بعض في المسألة ديت ونبدأ نفكر مع بعض ازاي هنعملها. عندك المسألة دي، طبعا هي المسألة دي موجودة برضو في ملازم باشمهندس اكرم عشان لو حبيت ترجع لها. نبدأ نبص الخطوات اصلا بتتعمل ازاي. ده شكل عبارة عن فريم، المفروض الفريم ده حصل له سوي زي ما انتم شايفين كده، خطوط المنقطة الخضراء ديت. انا دلوقتي عايز اجيب الدلتات دي واعرف قيمتها، فانا هعمل ازاي المثلث بتاعي؟ باجي ابص الاول ضلع عندي اللي هو الاي بي، ضلع الاي بي ده ماشي حصل له سوي ازاي؟ حصل له سوي كده صح؟ حلو، مطلوب مني ارسم عمودي على خط الاي بي. طيب انا هاجي ارسم اهو عمودي على خط الاي بي، ده كده يعتبر عمودي على خط الاي بي. حلو، هرسمه طوله قد ايه؟ مالكش دعوه، ارسم خطه خلاص ان شاء الله ترسمه الملا نهائي. طيب بعد ما رسمت عمودي على اي بي، هاجي ارسم عمودي على بي سي. طيب ادي البي سي اهو، العمودي بتاعها عامل ازاي؟ ماشي كده. طب هرسمه هنا ولا هرسمه هنا؟ ارسمه في اي حته، تعالى انا هرسمه في النص اهو. تمام، رسمت العمودي بتاع بي سي. دلوقتي عايز ارسم العمودي بتاع ايه؟ بتاع سي دي. هرسمه تحت ولا ارسمه فوق؟ مش فارقه برضو، تعالى هرسمه مرة تحت وهرسمه مرة فوق وهوريك. رسمته اهو، بص اتقطعوا مع بعض اهو. تمام، طيب نحط عليهم بس الداتا بتاعتنا عشان نبقى عارفين، وهرسم المثلث هنا تاني كده كده. ابدأ احط الداتا بتاعتي. الافقي ده اللي هو عمودي على السي دي، يبقى ده دلتا سي دي. طيب دوت ده العمودي على اي بي، يبقى ده دلتا اي بي. طيب دوت ده العمودي على بي سي، يبقى ده دلتا بي سي. طيب تعالى نحط هنا زاوية كده، نقول ان دي اسمها ايه؟ اسمها الفا. طيب الفا دي المايل بتاعها هنا في الشكل ايه؟ هو اي بي، يبقى انا اخلي الفا هنا هي المايل بتاعها دلتا اي بي. تمام، ادي دلتا اي بي اهو، يبقى الفا ده المايل بتاعها، يعني ممكن تبقى هنا او ممكن تبقى هنا. طيب حلو، هي انهي واحدة بقى؟ الفا دي بتوجه لي ضلع اسمه ايه؟ بتواجه لي ضلع اسمه سي دي، بتواجه لي ضلع اسمه ايه؟ اسمه سي دي. يبقى انا لما احط الفا هنا لازم أن تكون بتواجه لي السي دي. يبقى انا لو حطيت الفا هنا اهي هتواجه لي السي دي، وده هيبقى العمايل بتاعها اللي هو اي بي. يبقى انا احط كده ايه؟ الفا هنا. طب انا لو كنت راسم الرسمه العكس، يعني انا لو كنت راسمها كده كده كده، كان ده هيبقى اسمه ايه؟ كان ده هيبقى اسمه دلتا سي دي، وده هيبقى اسمه دلتا بي سي. طب وده ده المايل، يبقى دلتا اي بي. حلو قوي. طب الفا ايه اللي بيواجهها؟ بيواجهها دلتا سي دي، وايه المايل بتاعها اللي هو دلتا اي بي، يبقى الفا هنا. تمام، طريقة سهلة ومفيش اي مشكلة، يبقى انا كده عرفت ازاي هعملها. طب فرقت موجودة تحت او فوق؟ لا مش فرقت خالص. تمام، حلو قوي. ببدأ انسب بقى الحاجة لبعض، يعني اقول مثلا ان جيب الزاوية او جا او ساين وات ايفر بتسميها ايه، هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن مقابل على وتر، يبقى دلتا سي دي على دلتا اي بي بيساوي ايه؟ بيساوي ساين الفا. طبعا ده كله ده شغل رياضة مفيش اي مشكلة. طب تعالوا نجرب في مثال تاني ونشوف مع بعض. ده فريم برضو، المفروض ان هو جاي لكم متماثل في الملزمة، بس انا جبت نصه بس، ده حصل له سوي. طيب الشكل السوي موجود معايا برضو مفيش مشكلة. المفروض ان انا هبدأ بخطوات ازاي. هبدأ اشوف اول ضلع عندي حصل له سوي، هو هنا خلي بالكوا في المسألة اللي فاتت دي انا كان حصل لي سوي في الثلاث اضلاع، هنا حصل لي سوي في ضلعين بس اللي هما اي بي وبي سي. ده حصل له سوي؟ لا ما حصلوش. طيب نعمل ايه؟ اول حاجة اي بي ايه العمود اللي عليه اهو. تمام، طيب بي سي ايه العمود اللي عليه اهو. طيب بعد كده هل انا عندي ضلع تالت؟ لا ما عنديش ضلع تالت. ساعتها ارسم ايه؟ ارسم خط رأسي، اقفل بخط رأسي، يتقفل هنا كده يتقفل هنا كده. تمام، انا هقفل بحاجة واحدة بس. طيب لو مسحنا الخط ده كده وقفلت هنا، تمام
تعالى بقى نرسم المثلث ده لوحده كده، اهوت اهوت اهوت. حلو، الافقي ده، ده العمودي على ايه؟ على اي بي، يبقى ده دلتا اي بي اي بي. طيب الرأس ده، ده مش عندنا في المسألة فسيبه فاضي. طيب الضلع دوت ماشي، ده العمودي على ايه؟ على البي سي، يبقى ده دلتا بي سي. طيب عايز اطلع دلوقتي الزاوية، ماشي، هجيب الزاوية دي منين؟ تعالى ادي المايل اهو، مثلا ادي الزاوية بتاعته، ماشي، حلو قوي. الزاوية دي المايل بتاعها ايه؟ المايل بتاعها بي سي، يبقى الزاوية دي المايل بتاعها الدلتا بي سي. طيب حلو، الزاوية دي بتواجه لي ايه؟ بتواجه لي ضلع هنا اللي هو ايه؟ يعتبر زي الاي بي، ما هو الاي بي هو العمودي عليه اهو، هو اللي بتواجهه هنا لو حطيناه هنا، صح ولا غلط؟ صح. طيب يبقى الاي بي ده هو المفروض تقابله، يبقى المفروض ان هي المايل بتاعها دلتا بي سي، واللي يواجهها ايه؟ دلتا اي بي. يبقى هنا ايه الزاوية بتاعتي؟ سهلة ومفيش أي مشكلة، تمام. يبقى أنا رسمت العمودي على بي ايه، رسمت العمودي على بي سي، وقمت موصلهم في رسمة واحدة، وقمت جايب الدلتا ايه بدلالتهم. حلو أوي. تالت مثال معانا، نفكر مع بعض كده. هنا ده برضو فريم حصل له سوي، هاجي اتكلم هنا عن السوي بتاعه. أول حاجة هعملها ايه؟ هبدأ أرسم العمودي على كل ضلع طالما التلات أضلاع حصل لهم. طيب أول ضلع عندي هو ال AB. ال AB المفروض ان انا هرسمه ازاي؟ هاجي هنا، ادي الخط بتاع ال AB مثلا اهو، فادي العمود اللي عليه. طيب حلو قوي. طيب وهنا هرسم عمودي عليه ازاي؟ خط رأسي. حلو. طب هنا هرسم العمودي عليه ازاي؟ خط افقي، خط عمودي كده اهو هنا، فهاجي ارسمه، يرسمه هنا يرسمه هنا، هتفرق مش هتفرق؟ خلاص نرسمه كده. طب حلو قوي، تعال نرسم المثلث ده كده كده كده. طب انت مين قالك ان دي في النص؟ هقولك لان ده مايل بنفس زاوية دوت، فهتلاقي ان يعني بالتقاطع، او لو رسمتها فعلا بالزاوية بالظبط، هتلاقي ان المفروض النقطة دي هنا في النص. تمام، حلو قوي. تعال نحط ايه ال الداتا بتاعتنا. العمودي على بي ايه فين؟ اهو، يبقى ده دلتا بي ايه او اي بي. طيب العمودي على سي دي فين؟ اهو دلتا سي دي. طيب العمودي على بي سي اهو دلتا بي سي. حلو، حلو قوي. طيب الزاويه بتاعتنا فين؟ لو جيت قلت ان دي الزاويه بتاعتي الفا، الفا المايل بتاعها ايه؟ هو الاي بي، يبقى ده المايل بتاع الالفا بتاعتي. طيب وبعدين الفا دي بتقابل لي ضلع اسمه ايه؟ اسمه السي دي. يعني انا لو حطيت الزاويه هنا ايه، مش هي هتبقى ده المايل وده السي دي؟ اه. طب المفروض ان انت بنقول دايما ان الدلتا اللي حصلت نتيجة الفورس بتاعتي دلتا ايه؟ افقية، تمام. يعني هنا في المسألة هي لما حصل دلتا، هي الدلتا بتاعتي اهي، واللي سميتها ساعتها انها دلتا ايه؟ اي بي، يعني دي بيساوي دلتا بس. وهنا لو رجعت للمسألة دي، دلتا اللي حصلت لي هنا اللي هي دلتا ايه؟ دلتا سي دي اللي هي ديت. تمام، حلو قوي. طيب هنا فين الافق اللي اتحرك؟ هنا مفيش افقي، هنا كله طالع بزوايا، صح ولا غلط؟ صح. يبقى انا المفروض ان انا عندي في دلتا افقية حصلت لي كده مثلا، صح. طيب يعني المفروض ان في خط اهو بتاع الدلتا. طيب المفروض الخط بتاع الدلتا ده يبقى تقاطع ايه؟ التلات خطوط بتوعي، يعني في خط في النص كده هو ده الايه؟ الدلتا بتاعتي. مش هنختلف في الموضوع ده برضو، ادي الزاوية اللي احنا قلنا عليها. ليه؟ لان المايل بتاعها هو اي بي، واللي بتواجهه على طول هو الضلع بتاع السي دي اهوت. يبقى انت كده رسمت المثلث بتاعك، تقدر تجيب بقى النسب اللي انت بتقعد تحسبها طبعا دايما. ويا رب تكونوا استفدتوا في الموضوع ده، ولو في اي مشاكل ابعتولنا على البيج. شكرا.